بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات من أهل هذا البلد الطيب، من أهل أودنسا. وأنا ذكرياتي معكم قديمة جدا، فأنا يعني منذ أن كنت 15 سنة تقريبا أو قريبا من ذلك يعني جئت إليكم، والإخوة يقولون قبل قليل أنا كنت أتكلم مع أبو مالك وأبو حسام وأبو الحسن وأبو محمد والإخوان جميعا، فكانوا يقولون يا شيخ إحنا اللي طلعناك للدنيا، أنت جئت إلينا وما حد يعرفك إلا إحنا، وكنت ما تعرف تتكلم في الكاميرات وتتلخبط في الميكروفون، فإحنا اللي طلعناك رجال، وبعدين لما عرفوك الناس تركتنا وقلت مشغول عنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن العهد من الإيمان، يعني الوفاء هو من الإيمان، كما أن الصدقة تدل على الإيمان، والصدق يدل على الإيمان، وبر الوالدين يدل على وجود إيمان أيضا، وكثرة الصلاة تدل أيضا على وجود إيمان، كذلك حسن العهد يعني الوفاء للآخرين يعتبر من الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا حتى للكافرين. لما ضيق على المسلمين في مكة في أوائل الإسلام وحصروا في شعب بني عبد المطلب، في شعب أبي طالب اللي كان منع أن يدخل إليهم أو طعام أو يخرج منهم طعام أو يتزوج منهم أحد أو هم يتزوجون من أحد، حصار اقتصادي واجتماعي وأمني، وكتب في ذلك صحيفة علقت في داخل الكعبة، فكانت كل قريش ما تستطيع أنها تخالف تلك الصحيفة اللي معلقة في داخل الكعبة. ففي هذه الأثناء بعد مضي سنتان أو ثلاث سنوات قام أبو البحتري بن هشام وأربعة رجال معه وقاموا ضد قريش ونقضوا الصحيفة وكسروا هذا الحصار. فلما كانت معركة بدر أو أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ورأى مجموعة من الأسرى من قريش، قال لو كان أبو البحتري بن هشام حيا وسألني فيهم لا أعطيتهم له. الرجل اللي ساعدنا في مكة لما كنا ضعفة وقام وقال يا قريش ليش تضيقون عليهم ونقض الصحيفة، يقول هذا لو كان حيا اليوم لوجدت مجال أن أكافئه وقلت كل هؤلاء أعفو عنهم مع أنهم جاءوا لقتالي أسامحهم لأجلك أنت يا أبا البحتري وفاء لك. وهذا حسن العهد الوفاء للآخرين. بل يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوما مع عائشة فطرقت الباب هالة بنت خويلد، أخت من؟ خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السابقة التي توفيت في مكة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت هالة وهو يأكل طعام مع عائشة تغير وجهه وتذكر خديجة حبه الأول وزوجته الأولى التي عاش معها 25 سنة ورزق منها بالذرية، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هالة اللهم هالة، يعني هذه هالة جاءت هذه هالة، تذكر يعني لأنه يحب امرأته يفرح بأي شيء يذكره بها، يفرح بالصوت اللي يشبه صوتها، قال اللهم هالة اللهم هالة. فغضبت عائشة، الحين تذكر زوجتك الثانية وأنا موجودة، فغضبت وقالت ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله بخير منها، يعني أنت زوجته عمرها 40 وأنت عمرك 25، فأنت لما صار عمرك في 40 وفي 50 وتوفيت هي توفيت عمرها في 70، أنا أصغر منها المفروض تحبني أكثر. قالت ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله لقد كانت وكانت وكانت، وبدأ يثني عليها مع أنها ماتت خلاص، ما هي ما تدري أنه الآن يمدحها هي في قبرها، ومع ذلك حسن العهد من الوفاء لخديجة كان عليه الصلاة والسلام لا يزال يذكرها. حسن العهد من الإيمان. فأنا والله أحبكم يا أهل أودنسا، وأذكر أني يعني
دخلت تقريبا يعني هذا البلد وأنا في أوائل العشرينات ربما، يعني كان عمري أبو 24 لسه متخرج من الجامعة، ووجدت والله من كرمكم ولطفكم، وكنت أجتمع معكم في بيوتكم ويكون هناك جلسات جميلة، فبل إنني أذكر بعضكم قبل أن يتزوج والآن عنده 3 و4 أطفال، وأذكر بعضكم وكان يقول لي يا شيخ أنا لسه متزوج فين العوني؟ إيه أفضحك ولا بلاش؟ خذ راحتك، خفت أضربني إذا طلعنا لأنك لا تزال قويا إلى الآن. فأذكر أنه يعني كان عريس ذيك الأيام، فكان يسألني بعض الأسئلة نصكم يعني، والآن ما شاء الله بنتها الله يحفظها عمرها 13 و14 سنة، شوف السنين كيف تمشي. وأذكر أنا لما جئتكم كانت بنتي عمرها 4 سنوات لسه ما دخلت المدرسة، والآن بنتي عندها ولد وبنت، متزوجة وعندها ولد وبنت، فشوف سبحان الله السنين كيف تمشي، ومع ذلك لا يزال والله قلبي معكم. وأسأل الله يعني وإن افترقنا في المكان أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى. الله أيوة أنت كنت شاب يا أبو يونس، إلى الآن شاب يا أبو يونس، أخاف أبو يونس تسمعنا بس. فأسأل الله تعالى أن يجمع شملكم وأن يبارك فيكم وفي ذرياتكم وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير. طبعا الإخوة طلبوا أن يكون الموضوع خاص بالأخوات، فيعني سأحاول أن أطرق موضوعا يمس حياتهن أكثر من حياة غيرهن. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما بعث، بعث إلى الرجال والنساء مع بعض، ما بعث إلى الرجال دون النساء، وكثير من الفضائل في الإسلام سبقت المرأة إليها قبل الرجل، يعني بل حتى قبل الإسلام أول من شرب من زمزم من هو؟ هاجر أم إسماعيل، أليس كذلك؟ امرأة لم يشرب منه إبراهيم ولا إسماعيل، أول من شرب الأم هاجر، إذن أول من شرب من زمزم الذي ترونه الآن هي امرأة. أول من سعى بين الصفا والمروة امرأة، هاجر أم إسماعيل. أول من دخل في الإسلام، أول ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغار الذي كان يتعبد فيه ثم قال زملوني زملوني يعني غطوني، وهو عليه الصلاة والسلام متفاجئ بهذا الذي جاءه جبريل لما قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. ثم عليه الصلاة والسلام لما أفاق من نومه قالت له خديجة بأبي أنت وأمي ما بك، يعني ليش اليوم متغير؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه يا خديجة قد جاء كذا وكذا، وأخبرها. ثم بعد ذلك مضت به خديجة إلى ابن عمها اسمه ورقة بن نوفل، هذا ورقة كان طالب علم وكان يقرأ الكتب السابقة، فعنده معلومات عن الأنبياء والأديان، فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من، وكان شيخا كبيرا ورقة عمره 80 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام تلك الأيام كم عمره؟ كم عمره لما نبئ بالرسالة يا جماعة؟ عمره 40، عمره 40 سنة، فهو يعتبر بالنسبة لورقة ابن نوفل مثل ابنه، ما ورقة عمره 80 وهذا 40، فهو مثل ابنه بينهم 40 سنة. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، هذا جبريل، هذا الملك الذي كان يأتي موسى، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت نبي هذه الأمة، ما دام جاءك ملك وقال لك اقرأ اقرأ وأنت نبي هذه الأمة خلاص. فلما خرجوا أول من دخل في الإسلام خديجة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول من دخل في الإسلام ليس رجل، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة، أول من دخل امرأة أيضا، وأول من استشهد في سبيل الله امرأة سمية، وذلك أن أبا جهل كان يعذبهم في لما دخلوا في الإسلام، فأقبل مرة أبو جهل وإذا هو قد ربط سمية وربط زوجها وزوجها ياسر وابنهما عمار على نخل ويضربهم، ثم أقبل إلى سمية وهي متمسكة بتوحيدها وطعنها بحربة حتى ماتت، فأول دم سال في الإسلام دم سمية. ذلك يا جماعة المرأة لها قدر عندنا، وكم من يعني امرأة سبقت الرجال، وليست التذكير لاسم القمر مدح له ولا التأنيث للشمس هو ذم لها، الشمس أقوى من القمر وأنفع للناس، أليس كذلك؟
ومع ذلك أنثى، نقول هذه شمس. والقمر ليس له ذلك النفع إلا معرفة السنين والحساب وشيء من الضوء، ومع ذلك نقول هذا قمر. فهذا مذكر وتلك مؤنثة، ومع ذلك غلبته. التذكير والتأنيث ليس هو مقياس الرفعة عند رب العالمين، إنما مقياس الرفعة هو العمل الصالح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام برز في عهده من كان من الدعاة ومن كان من المجاهدات ومن كان من طالبات العلم، وكلهن من النساء. كان هناك واحدة اسمها أم شريك الغطفانية، واحدة من المسلمات في مكة، دخلت في الإسلام، وكانت رضي الله تعالى عنها تدخل إلى نساء قريش سرا تدعوهن إلى الإسلام. تدخل عند زوجة أبي جهل وتكلم عن الإسلام، تدخل إلى زوجة أبي لهب تكلم عن الإسلام، إلى زوجة أبي سفيان، زوجة أمية بن خلف، تكلمهن عن الإسلام. فكانت النساء يدخلن في الإسلام ويرجع الزوج ويجد زوجته ما شاء الله تقرأ قرآن، أبو جهل ولا غيره، فيقول لها أنت كيف أسلمتي؟ قالت والله دعتني إلى الإسلام أم شريك الغطفانية. اجتمعت قريش يريدون يقتلون أم شريك، لكن قالوا صعبة، هذه من قبيلة غطفان، قبيلة عظيمة، لو قتلناها قاتلونا قومها، طيب ماذا نفعل؟ فأقبلوا وحملوها على بعير ولم يضعوا تحتها شيئا. العادة البعير يكون متعب أن تركب عليه، فكانوا يضعون تحت البعير رحلا أو بطانية أو شيء اسفنج، فلم يضعوا تحت البعير شيئا تعذيبا لها. ثم مضوا بها حتى تعبت من الطريق وطول ركوب الدابة، فلما وصلوا بها في وسط الطريق نزلوا واستظلوا تحت ظل شجرة وربطوها في الشمس. تقول فعطشت حتى كدت أن أهلك، فلما كان خلال ذلك تقول فإذا بدلو ينزل علي من السماء. دلو يعني إناء، الدلو هو الإناء الذي نلقيه في البئر ونطلع الماء به، اسمه دلو. فتقول نزل علي هذا الإناء من السماء فاقترب من فمي وهي مربوطة. تقول فحركته حتى مال، قالت ثم شربت وإذا ما أبرد من الثلج وأحلى من العسل. تقول فجعلت أشرب ثم ارتفع عني، ثم نزل فشربت، ثم ارتفع ثم نزل فشربت. ولاحظ سبحان الله أن الله تعالى يسقيها على فترات، لأن الآن أنت لما تجد شخصا، لو وجدت شخص في الصحراء صار له مثلا يوم ونصف ما شرب ماء، ما يصح أنك تفتح الماء وتقول له اشرب اشرب بسرعة، يموت لهذا السبب، هذا الطريقة تقتله. فالصحيح أنك تشربه شوي وتوقف، بعدين تعطيه قليلا ثم تقف، تعطيه قليلا ثم تقف، أنفع له. فجعل الدلو ينزل حتى شربت، ثم نزل واستقر أمامها، فحركته بيدها فانسكب الماء عليها وعلى ثيابها، فشعرت بالبراد بعد الشمس مكادة تحرقها. تقول فلما أفاقوا من نومهم وأقبلوا ليحملوني يكملون بي إلى أهلي، نظروا إلي فقالوا، رأوا أنها نشيطة، يعني ما التعب ذهب عنها، فقالوا لها حللت وثاقك، يعني فكيت الحبال وذهبت إلى أسقيتنا وشربت منها. الأسقية جمع سقاء، وهو القربة، تعرفون القربة اللي يوضع فيها الماء من جلد، يخيطونه من جلد الشات، يدبغ وينزعون الفرو من فوقه ويخيطونها فتصبح يعبؤون فيها الماء، قربة. فهم ظنوا أنها شربت من قربهم، قالوا لها حللت وثاقك، فكيت نفسك ومضيت إلى أسقيتنا وشربت منها. قالت والله ما فككت وثاقي، أنا مربطة زي ما أنتم شايفين، كيف أقدر أفك نفسي؟ فقالوا لها من أسقاك؟ ما دام أنك ما شربت من عندنا، من وين جاءك الماء؟ قالت أسقاني ربي. قالوا والله إن كنت صادقة، إذا ربك أنقذك في هذه الكربة والضعف، إن كنت صادقة فربك خير من ربنا، إذا أنت صادقة فربك أحسن من ربنا اللي إحنا نعبده.
احنا نعبد اصنام، الاصنام هذه لو نموت من الجوع ما ساعدتنا، او يصيبنا اي شيء ما انقذتنا. وانت ربك لما عطشت يسقيك، قالت اسقاني ربي. انظروا تاكدوا، فمضوا الى اسقيتهم، الى القرب التي وضعوا فيها الماء، واذا هي مربوطه، فرجعوا اليها وقالوا والله ان ربك خير من ربنا، احنا نعبد احجارا لا تضر ولا تنفع، لا تسمع دعاءنا اذا دعوناها، ولا تجيب نداءنا اذا ناديناها، هذه احجار احنا نعبدها. فدعتهم الى الاسلام، فدخلوا في الاسلام على يدها. وتاتي ام شريك يا جماعه يوم القيامه، هالمراه معها رجال ونساء كلهم قد اسلموا على يدها. إذن الإسلام يا جماعة كما أنه يحتاج إلى الرجل يعطي صورة عن الإسلام، يبين للناس الإسلام، يدعوهم إليه، كذلك هو لا يستغني عن المرأة في أنها تدعو للإسلام وأنها تنبه الناس عنه. لذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مفتية بين الصحابة رضي الله عنهم. وكم من بل البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري الذي اليوم لا نزال نذكره ونشكره على كتابه، إلى اليوم البخاري إذا ذكر في صحيحه يقول وحدثتني كريمة عن شيخها فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كريمة هذه من؟ امرأة كان البخاري يطلب عندها العلم، يطلب العلم عندها، وروى عنها أحاديث وضعها في صحيح البخاري. لذلك لا تحتقر المرأة نفسها يا جماعة أن يكون لها أي باب من أبواب الخير. بل إلى اليوم يوجد ولله الحمد يعني أعداد من النساء تفوقنا في العلم الشرعي وفي حفظ القرآن وفي غيره، وأنا أجزم أنكم لو تقيمون مسابقة لحفظ القرآن لوجدتم أن بناتكم أحفظ من شبابكم، أليس كذلك؟ وتجد أنها أتقن في الحفظ وأكثر جدية، وتجد أنك أحيانا في البيت لما عندك شغلة في الكمبيوتر ولا عندك شيء معين أحيانا تمسكه بنتك وتثق فيها أكثر من ولدك، ولا أنا غلطان يا جماعة؟ وذلك لما آتى الله تعالى المرأة من 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 أشياء لم تؤتى للرجل، بل حتى في أمور العبادات وأمور أخرى جعل الله تعالى المرأة أكثر راحة فيها من الرجل. مثال الآن في صيام رمضان، الرجل عليه واجب أن يصوم رمضان كله متتابعا، ولا يجوز أن يفطر ولا يوم إلا إذا كان لعذر. لو قال الرجل والله يا جماعة أعطوني في رمضان يومين أريح شوي، نقول له ما يجوز تصوم 30 يوم. بينما المرأة قد جعل الله تعالى لها راحة في خلال الشهر 6 أيام 7 أيام وقت العذر الشرعي. يعني الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد إذا كان المسجد قريبا منه، المرأة لا يجب عليها ذلك. الرجل هو الذي يجب عليه أن يكدح ويتعب وينفق على البيت كله، المرأة ما يجب عليها. ما هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو اللي يصرف. الرجل يجب عليه أن يعطي المرأة مهرا حتى لو كان هو أحسن منها، يجب يعطيها مهر إذا أراد يتزوجها، أما هي فلا يجب أن تعطيه مهرا. وغير ذلك من الأمور التي جعلها الله، بل حتى الأمور التي بعض الذين يتكلمون ضد الإسلام يقولون والله الإسلام ظلم المرأة لأنه قال للرجل مثل حظ الأنثيين في المواريث. فنقول هذا الكلام ليس دقيقا يا جماعة. للرجل مثل حظ الأنثيين في المواريث، في التركة يعني، في حالة أو في حالتين، أما بقية الحالات فهم يتساويان، وأحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل. يعني أنا أعطيكم مثالا، الآن لو واحد يا جماعة عنده زوجة وعنده 10 أبناء، 10 أبناء ذكور وزوجة، وترك الورث الذي له ترك مثلا 16,000، 16,000 كرون، وعنده زوجة وعنده 10 أبناء. الزوجة كم تأخذ من 16,000؟ تأخذ الثمن، صح ولا لا؟ كم الثمن من 16,000؟ قسموا على 8 كم يطلع؟ تأخذ 2000. طيب كم يبقى من 16,000؟ يبقى 14. نقسم 14 على من؟ على 10 أولاد، يصبح الواحد كم له؟ 1400. هنا أخذت المرأة أكثر ولا الرجل؟ المرأة.
لما يقول لك دائما المرأة أقل من الرجل في الميراث، كله خطأ. هذه إذا كانت أم أخذت أكثر من الولد، بل زد على ذلك أيضا إذا كانت أحيانا تأخذ مثل الرجل، أحيانا تأخذ مثل الرجل، مثل أن يتوفى إنسان وليس عنده أولاد ولا أم ولا أب، فيرثه أبناء عمه وبنات عمه، فيأخذ الذكر والأنثى مثل بعض. لكن إذا أنت توفيت وتركت مالا فللذكر مثل حظ الأنثيين لسبب. أنا أعطيكم مثالا الآن يا جماعة، لو وهذه ودي تفهمونها حتى لو تناقشتم مع أحد يصير عندكم معلومات في الرد عليه. الآن يا جماعة لما يكون واحد توفي وترك 150,000 وعنده ولد وبنت، كم نعطي الولد وكم نعطي البنت؟ نعطي البنت 100، نعطي عفوا الولد 100 والبنت 50، صح؟ البنت بعد يمكن شهر شهر ونص جاء واحد وخطبها وأعطاها مهر 50. طيب كم صار عندها؟ صار عندها 100. جاءها هدايا من خالتها وعمتها وجدتها وجارتها وأولى إلى آخر 20,000. كم صار عندها؟ صار عندها 120,000. ودخلت مع زوجها، بعدين أرادوا يسافروا شهر العسل، زوجها بيقول لها تدفعين أنت ولا هو اللي يدفع؟ هو على حسابه، حتى تذكرته هو اللي بيدفع على حسابه. ولما يدخلوا مطعم بيقول كل واحد يحاسب عن نفسه رجاء، كذا ما فيش، هو اللي بيحاسب عنها. وهو والمئة وعشرين ألف اللي عندها هي حطتها في قطعة أرض. طيب الولد أخوها أراد يتزوج وخطب واحدة وقالوا له مهر، قال هذه 50,000. كم بقي معه؟ بقي معه 50. راح يجهز الشقة، اشترى غرفة نوم ب5,000، واشترى المطبخ والشبكة والمدري إيش، وسوى حفلة العرس. هو 50، بالله 50 بتكفي هذا كله؟ تسلف من أخته زين، تسلف من شخص معين 20,000 حتى يقدر يدبر نفسه، وخذ 20,000 دين. الآن صار الحين بالناقص بالماينس الآن. ثم بعد ذلك لما تزوج وصار عليه بالنقص، قالت له زوجته والله احنا نبغى نسافر، كل الناس يسافرون، سافر بنا. قال والله ما عندي فلوس. قالت دبر نفسك، انت متزوجني كذا تلعب علي؟ سفرني. اي فراح المسكين وتسلف 30,000 عشان يسافر. فالشريعة يا جماعة غير متحيزة للرجل أو للمرأة، لكن لأن الحكيم العليم عز وجل يعلم أن مصروفات الرجل عادة أكثر من المرأة، يعني الأشياء اللي الله أوجبها على الرجل أكثر من أوجبها على المرأة، وبالتالي قال أعطوه أكثر. مثل أنت الآن لما يجيك ولدك أبو 20 سنة ويأتيك ولدك أبو 10 سنوات، كل واحد يقول عطني مصروف، الطبيعي بتعطي من أكثر، أبو 20 سنة ولا 10 سنوات؟ أبو 20 سنة. فيقول لك الصغير ليش اعدلوا بين أولادكم، اتق الله اعدلوا، صار ولدك فقيه يعني وعنده كم معلومة، قالك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تعطيه 500 تعطيني 500 مثله. فتقول له أنت لا يا ولدي، لأن الحقوق والمسؤوليات الواجبة عليه أكثر منك يا ابني. هذا هو اللي يطلع يجيب المقاضي للبيت ويعبي السيارة بنزين على حسابه، وأحياناً يا ابني أمك تقول له جيب معك خبز أو أحضر معك لبن، ما يرجع يقول عطيني 20 كرون أشتري، يشتري من عنده. فهو يا ابني أصلاً أخوك الأشياء اللي واجبة عليه اللي ينفق فيها ماله أكثر من الأشياء اللي عندك، لذلك نحن نعطيه معلوم، لذلك نحن نعطيه أكثر. وهذا يدل يا جماعة على أنه ينبغي أن نفرق ما بين الشبهات التي تأتي علينا، التي تأتي على الإسلام، وما بين حقيقة هذه الشبهات. لذلك أنا أقول يا جماعة ينبغي الإنسان أن يفهم تماما أنه عندما يدين بهذا الدين الإسلام ويتعبد لله سبحانه وتعالى به أنه فعلا أصاب العدل، لكن نحن ينبغي أن ننقل هذا للآخرين. يعني حتى أخواتي الآن ينبغي أن تعطي صورة في غاية الروعة لغير المسلمات، ولا ينبغي لها أنها إذا جلست معهن إلا تبين لهن أحسن شيء في الإسلام حتى يكون فعلا عندهن قدرة على أن يدخلن الإسلام.
بل إنني عملت مرة إحصائية، كنت في ألمانيا وبعض البلدان، فوجدت أن الإخوة يحدثوني بأن عدد الذين يدخلون في الإسلام من النساء أكثر من عدد الذين يدخلون في الإسلام من الرجال. بل في ألمانيا مرة لما ألقيت محاضرة العصر في رمضان قبل الماضي أو الذي قبله، ففي آخر المحاضرة دخل رجل وأعلن إسلامه، ثم شخص آخر، فقال لي الإخوة، قالوا يا شيخ في قسم النساء في 4 ألمانيات يريدنا أن يدخلن في الإسلام. فذهبت أنا مع المترجم، لما لقناهن الشهادة والأربع قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، يا جماعة أمام عيني كل واحدة تقول وين الحجاب؟ طبعا هي تتكلم ألماني لكن أنا فهمت كلمة حجاب، وين الحجاب؟ وين الحجاب؟ وين الحجاب؟ فقلت في نفسي سبحان الله، الآن هذه دخلت في الإسلام وقلبها مشتاق لطاعة الله سبحانه وتعالى ولبس الحجاب، وبعض بناتنا تحاول أنها تفتك منها الحجاب بأي طريقة وتقول ما أبغى حجاب وضيقت عليه والحجاب مدري إيش، وهذه الآن أسلمت وهي تبحث عن الحجاب مباشرة. هذا يا جماعة يدلك على فعلا على الإيمان إذا خالط القلب يستسلم الإنسان من كل شيء. ذلك شوف نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام لما دخل إلى مصر، ثم بعد ذلك تعرض ملك مصر لامرأته، ثم أعطاها هاجر التي هي تعتبر أمه عند سارة زوجة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام دخل إلى مصر مع زوجته سارة. فبلغ ذلك الملك بأن قد دخل بلدك رجل معه امرأة حسناء، قال جيبوها لي. فلما أحضرت إليه دعت عليه فكف الله شره، فقال طلعوها من عندي، وقال أعطوها خادمة اسمها هاجر. أخذت هاجر ومضت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله أن يحفظ امرأته، فقالت إن الله قد أخدمنا هاجر، وهو يصلي فحمد الله تعالى، ثم انتهى من صلاته ورجع معها إلى فلسطين. فلما كان في فلسطين سارة من زمان تود أن يرزقوا بأولاد، لكن هي ما تحمل، وقد تقدم بها السن وتقدم السن بزوجها، فوهبت الأمة التي عندها هاجر وهبتها لإبراهيم، قالت يا إبراهيم هذه الأمة لك، تستطيع أنك يعني تنام معها وترزق منها بأولاد. فعلا أخذها إبراهيم، فلما أكملت معه مدة حملت وولدت إسماعيل اللي هي هاجر. فسارة عظم عليها الأمر، يعني الآن ضرتي جابت عيال وأنا ما جبت أحد، واشتد عليها الكرب، فصارت تتبع وين هاجر تذهب. فأمر الله تعالى فأمر إبراهيم زوجته هاجر أن تلبس منطقة، يعني تلبس يعني قماش تربط في وسطها ويصبح يسحب وراءها حتى إذا مشت يمسح آثارها، ما تدري سارة أين ذهبت من شدة الغيرة بينهما. ثم أمر الله إبراهيم أن يحمل هاجر وأن يذهب بها إلى مكة. مكة تلك الأيام لا يوجد شيء اسمه مكة، تلك الأيام فقط يعني وادي بر صحراء. فذهب بها إبراهيم ووضعها، وليس عندها إلا مزودة فيها تمر وسقاء فيه ماء. قالت يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا؟ سكت وذهب. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قالت نعم. قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ثم وقف إبراهيم خلف ثنية من الثنايا، خلف صخرة، وهو ينظر إلى امرأته وزوجه، لكن طاعة لله، مدام ربي قال لي أحطهم هنا يعني أحطهم هنا. ثم رفع يديه ودعا وهو ينظر إلى الولد الذي رزق به على كبر، بعدما كبر سنه، يعني بعدما كبر سنه يرزق بهذا الولد. وأنتم تعلمون الإنسان إذا كان ما يأتيه عيال ثم رزق بالذرية وهو كبير في السن، أبو 70 سنة 80 سنة، يتعلق بهم تعلقا شديدا، فكان متعلقا بولده ويترك في هذه الصحراء. فرفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
عند بيتك المحرم. طبعا لم يكن في ذلك الزمان البيت المحرم موجود اللي هو الكعبة، لأن من الذي بنى الكعبة أصلا؟ إبراهيم، فهو إلى الآن ما بناها، فكيف يقول وضعت زوجتي وابني عند بيتك المحرم وإلى الآن ما في بيت محرم؟ قالوا إن أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم تهدمت فبناها آدم، ثم تهدمت مع السنين لأنها بناها بحجارة يعني، ثم تهدمت فبناها بعض أبناء آدم، ثم تهدمت بعد مضي سنين طويلة انهدمت فبناها إبراهيم وإسماعيل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم لما جاء يبني الكعبة يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذا القواعد كانت موجودة، لكن إبراهيم حفر فوجد القواعد فوضع عليها حجارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فوضعهما وقال عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ومضى. حصلت القصة المشهورة لهاجر وإسماعيل، وبعدين نبع الماء ماء زمزم، والقصة مشهورة لا أريد أني يعني أسوقها. ثم جاءت قريش واجتمعت عندهم، وإبراهيم مع زوجه سارة ما يدري إيش اللي حصل في ولده وامرأته. أقبلت الملائكة إلى إبراهيم وهو في فلسطين إلى بيته، فلما أقبلت إليه ما عرفهم إبراهيم، ظن أنهم ناس عاديون يعني جاءوا يعني ضيوف. يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوا يبشرون أن زوجتك سارة سترزق بولد، لأنه كان راغب أن زوجة سارة ترزق بولد. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل، يعني مضى إلى بيت، تفضلوا ضيوف ما يدري أنهم ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم مضى وأقبل لهم بعجل ووضعه بين أيديهم. قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما أكلوا لأن الملائكة ما تأكل، نكرهم خاف، يعني كيف ضيوف ما يأكلون، إذن إيش اللي جابهم عندي وأنا رجل كبير في السن وزوجتي كبيرة في السن، لا عندي حرس ولا أحد، إيش اللي ما الذي جاء بهم مدام لن يأكلوا؟ نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا جئنا إلى قوم لوط إلى القرية المجاورة لك لأجل أن ننزل عليهم العذاب. ولوط هو ابن أخ إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو عم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال الله وامرأته قائمة، فضحكت فرحت سارة أن أولئك القوم سيعذبون، قالت والله هؤلاء أفسدوا في الأرض الله يعذبهم، فرحت بذلك. قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرت الملائكة قالت يا سارة أبشري أنت ستحملين بولد اسمه إسحاق. إيش قالت؟ استغربت، طيب أنا عجوز كبيرة في السن وزوجي شيخ كبير في السن وأحمل منه. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، غريبة، يعني أنا 70 سنة عمري وزوجي كذلك شايب كبير وأحمل منه، إن هذا لشيء عجيب. قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وتحمل سارة بإسحاق، ثم يأمر الله إبراهيم يذهب يطمن على ولده وهو مشتاق إلى ولده. فلما مضى وأقبل دخل على هاجر وابنها إسماعيل. شوف استسلام المرأة فعلا لله، قال أعطيني ولدي، سلم عليهم طبعا، وكان منه ما يكون لولده وامرأته، ما رآهم منذ سنوات. ثم بات عندهم، فلما نام رأى في المنام أنه يذبح ولده. وبالمناسبة يا جماعة، ترى الرؤيا في المنام بالنسبة للأنبياء نوع من الوحي، لكن لغير الأنبياء ليست وحي. يعني لو واحد رأى مثلا في المنام أنه يضرب ولده ما يصحى من النوم يضرب الولد،
أو مثلا لو رأى في المنام أنه يسرق من فلان أو يذبح ولده، مو بيقوم يذبح ولده على طول، لا هذا ليس صحيحا، هذا خاص بالأنبياء. بل سبحان الله لا أزال أذكر يا جماعة، مرة ألقيت محاضرة في أحد الأماكن فجاء شخص وسألني، ذكر أنه رأى في المنام يعني أنه يطأ زوجة أخيه يعني يجامعها، وهو جاهل سبحان الله، يعني ما اتصل على عالم وسأله إيش التعبير. فجاء عند أخيه قال إني رأيت في المنام كذا وكذا، قال افعل ما تؤمر مثل إبراهيم، إي والله افعل ما تؤمر، وإذا به يقع عليها بالفاحشة. وألقيت محاضرة عندهم ومسكنا على جنب وسألني، قلت أنت جاد ولا تمزح؟ ظنيت أنه يمزح، قال له والله جد ننفذ أمر الله. قلت من قال لك أن هذا أمر الله؟ يعني لو رأيت أنك بتوزع فلوسك بتوزعها؟ قال لا فلوسي، سبحان الله، يعني فلوسك أحرص، أنت أحرص على مالك منك على عرض أخيك وعلى، وأخوه جاهل مثله بعد، افعل، وأخت أخي وزوجة أخي جاهلة بعد، كلهم مجموعة جاهلة، افعل ما تؤمر، يظن الأخ نفسه نبي من الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام، الأنبياء عموما وضعهم يختلف عنا، الأنبياء الرؤية التي يراها نوع من الوحي، لأن الشيطان لا يتعرض لهم. استيقظ من المنام وينظر إلى ولده وهو قد بلغ معه السعي، بلغ السعي يعني لسه بادي يذهب معه ويجي، وعمره أبو 4-5 سنوات 3 سنوات يعني الحدود هذه. وبالمناسبة سبحان الله ألذ ساعات العمر مع الأولاد هو في هذا السن، أبو 3 سنوات 4-5، إذا وصل عمره إلى 10 بدت المشاكل، وصل عمره 13-14 زادت المشاكل، وصل عمره 18 بدأت تضارب أنت وياه، وصل عمره 20-22 تزوج وتركك. فألذ الساعات اللي الولد تشم رائحته كأنه زهرة وتلعب معاه، ولو تضربه ما يقدر يدافع عن نفسه. اللي يضرب الطفل هنا 5 سنين سجن ولا البراءة قصدك؟ طيب فعلا، فتشعر ببراءته مثل ما تفضل الأخ يعني. ولذلك تجد أنك حتى لما تضمه وتشمه وانت تسوق أحيانا يقفز يقول أبغى أسوق وتحطه في حضنك، له لذة. فما بالك برجل ما رأى ولده منذ أن ولد، تاركه وجالس في فلسطين وابنه في مكة، ثم أول ما جاء وضم ولده وقبله ونام تلك الليلة، وربما أن الولد في حضنه، يرى في المنام أنه يذبحه. فاستيقظ من المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش رأيك يا ولدي؟ أنا رأيت في المنام أني أذبحك يا ولدي، وحي، ما أدري ليش الله يأمرني يا ابني، بس الله يأمرني. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويمسك الولد معه، الولد الذي طالما ضمه وقبله وشمه، يمسك معه يذهب به ليذبحه. يقولون فلما أضجع إسماعيل قال إسماعيل يا أبتي اجمع ثيابك عليك، جمع ثيابك حتى لا ترى حتى لا يصيبها دمي فتراه أمي فتحزن. فجمع ثيابه عليه ثم، ولك أن تتخيل قلب إبراهيم وهو يتعامل مع هذا الغلام،
قال: يا أبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى عيني فترحمني. فوضع وجهه على الأرض وإبراهيم يكاد يتقطع، ثم لما بدأ يذبح والله تعالى ينظر من فوق ويعلم أن إبراهيم يستسلم استسلاما تاما لأمر الله. يا ربي أنا أحب ولدي وله قدر كبير في قلبي، لكن هذا أمرك، ماذا أفعل؟ يقول الله تعالى: فلما أسلم، أسلم يعني استسلم، وتله للجبين، وضع على جبينه. والله تعالى ينظر من فوق، والله أرحم بإسماعيل من أبيه به. الله تعالى أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا. يقول الله: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول الله: فلما أسلم يعني استسلم، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإذا بالله تعالى يفدي إسماعيل بذبح عظيم، كبش. ذكر ابن كثير قال: كان يرعى في الجنة أكثر من 500 سنة، كبش، وينحر إبراهيم هذا الكبش يفدي به ابنه إسماعيل. وكان الشيطان قد وسوس لهاجر فلم تستجب له، وكانت ترميه بالحجارة. لذلك يا إخواني وأخواتي، الاستسلام لله سبحانه وتعالى وتقديم طاعة الله على مراد النفس. أحيانا الإنسان ربما يتمنى أنه يقع في شيء من الشهوات التي تدعوه إليها نفسه، أو ربما أحيانا يزين له شيء يتعلق بالأموال أو بأمور الشهوة أو الغرائز أو نحو ذلك. لكن إذا كان يقدم مراد الله على مراد نفسه، كأنه يقول: يا ربي أنت ماذا تريد مني لأنفذه؟ وكأنه يقول: يا ربي أنت تعلم أن نفسي ترغب في هذا الشيء لكني أتركه لأجلك. كلما كان الإنسان أكثر استسلاما لله سبحانه وتعالى صارت رحمة الله تعالى إليه أقرب، وصار فضل الله تعالى عليه أعظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. حقيقة الإخوة طلبوا أن أختصر قدر المستطاع حتى يكون في وقت لأسئلة الأخوات. كنت ناوي أتكلم ربع ساعة لكن أخذ الوقت بنا، تكملنا ساعة لربع. فأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق.